يا جماعة جات نكس جريل من اللي بيحبوا ألكو. يا سلام. اليوم زرنا مكان جديد في غرب لندن, The Best Broasted, الموجود مكانه في منطقة وولزن جرين, واللي بيقطنها عدد كبير من أبناء الجالية العربية خاصة السورية. إن شاء الله المنيو بتحير صراحة, يعني الواحد محتار شو يأكل. المكان تقريبا صار له شيء سنة ونص تقريبا, ولكن نحن كإدارة جديدة تقريبا من 3 شهور حاولنا يعني نحن نقدم مأكولات السورية بكل أنواعها, وأهمها البروستد السوري على أصوله. طبعا البروستد نحن إذا بدنا نشرحه للسوريين الكل بيعرفه, ولكن نحن بنشرح شرح مبسط جدا, اللي هو الدجاج المقلي. بيجي عندنا نحن فروج مقلي كامل, هو بيتألف من 8 قطع, في إلى خلطة البروستد الخاصة الشامية المعروفة, وفي بيتقدم معه البطاطا كمان ترانشات اللي هي البطاطا البروستد الخاصة, وبهاراتنا الخاصة للبروستد بشكل كامل. نحن هون بالنسبة للمأكولات اللي بنقدمها وخاصة الدجاج واللحم كلياتها يعني على طريقة الذبح الإسلامية 100%, وهنا يعني معروفة بلندن الذبح الحلال الإسلامي إن كان دجاج أو لحم, ونحاول نحن دائما نقدم الشيء الطازج الفريش, ما نقدم أي شيء. إحنا إن شاء الله راح نكون تحت ثقة يعني زبائننا الكرام دائما بتقديم كل ما هو جديد وكل شيء, بالإضافة للشاورما نحن وللبروستد والفروج المشوي والمشاوي والمقبلات السورية كاملة. نحن عنا تقديم وجبة هامة جدا اللي هي وجبة الكريسبي للأولاد ووجبة البرجر إن كان دجاج أو لحم, ونحن عنا العصائر الطازجة الكوكتيلات كاملة. بست الكوكتيل فريش, عصائر فريش. يا سلام ابو علاء, والله هذا فيتامين, ايش مرتب والله ما شاء الله. طيب يا جماعة, حانت لحظة الحقيقة الآن. أبو علاء بده يرتب لنا يعني سفرة, وأحكي لكم رأيي الخاص. طبعاً لازم أنتوا تيجوا تجربوا على أساس ما تقولوا إنه أنا ببالغ. البروست هو عبارة عن قطع دجاج المقلي بالزيت ديبي فراي, مقرمشة نوعاً ما, وعندك معلم كمان نزلونا الشباب شاورما تشيكن. خليني أنا أبدأ في المعركة, أرجع لك. أبو علاء شو هاي الوجبة؟ هاي الوجبة هي الصفيحة السورية, صفيحة اللحم على أصولها, وهاي الجبنة الشامية تمام, والحمص والبروستد والشاورما الدجاج. يسلموا إيديك على أمور. الله يسلمك, أهلا وسهلا, مرحبا فيكم بالجميع, وإن شاء الله يعني بتزورونا بتشرفونا بأي وقت, وأهلا وسهلا في الجميع مرة ثانية. إن شاء الله نحن حابين نكون يعني عند حسن ظن الجميع لتقديم أجمل وأطيب وألذ الوجبات السورية, حتى نعيش مع أخواننا السوريين بكل مكان وبأي زمان, إن نحن نقدم لهم أطيب شيء وأفضل شيء وأفضل شيء. أهلا وسهلا, وأنا بعطيه بيج لايك. الحمد لله رب العالمين, يعني بدون مجاملة أنا عجبني أكله, لذيذ, الشاورما مش ناشفة طرية, اللحمة من برا مقرمشة من جوا طرية, المعجنات رائعة, خدمة ممتازة. الآن الدور عليكم,
تعالوا جربوا المكان وحكموا بنفسكم. المكان هذا موجود في وولزن جرين غرب لندن. بتمنى ان شاء الله تكونوا بسطوا معايا في جولة اليوم في هذا المكان الجميل. حتى ألقاكم في مكان جديد وزمان جديد. See you again.